في مراكز الاقتراع باتت صناديق أصوات اللبنانيين ليلتها تحت أعين كاميرات وزارة الخارجية والمندوبين معا، وفي اليوم التالي حضر موظفو دي اتش ال إلى أقلام الاقتراع الاثنين والثلاثين التي توزعت على 6 دول عربية لتبدأ إجراءات نقل الصناديق إلى بيروت. أول الصناديق الواصلة كانت من الإمارات العربية المتحدة ب13 حقيبة دبلوماسية تحمل صناديق 13 قلما، على أن تصل الصناديق الباقية تباعا، ومن المرجح أن تكتمل عملية نقل الصناديق من الدول العربية عند 11:00 PM. تم التأكيد على أنه الحقائب الدبلوماسية مغلقة بإحكام ومختومة بالشمع الأحمر. نحن اتخذنا كوزارة خارجية أكثر إجراءات تضمن أمن وشفافية هيدي العملية الانتخابية. معقول ما كانت وزارة الخارجية أو الداخلية مع خبر أنه نهار الجمعة عرضا عطلة بيكون ودي اتش ال ما بيفتح؟ هذا السؤال كان طرح مبارح. ليك أنا برأيي هذا السؤال يمكن بس أنا برأيي هذا السؤال يمكن لا بيقدم ولا بيأخر، أنه إذا وصلوا اليوم أو وصلوا بكرة بنهاية صناديق الاقتراع الحقائب الدبلوماسية عم توصل مثل ما قالت، برجع بكرر وبشدد، عم توصل سليمة مغلقة بأحكام ومختومة بالشمع الأحمر. في مطار رفيق الحرير الدولي تنتهي مهمة الدي اتش ال وتسلم الصناديق إلى لجنة مشتركة بين الخارجية والداخلية، ثم تنقل من المطار إلى مصر في لبنان تحت حراسة أمنية مشددة. وصلوا الصناديق على لبنان، هلأ شو صار دوركم أنتم؟ نحن صار دورنا من نستلمهم بمصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين لنهار الانتخاب لزهرا حتى ينقل بمواكبة أمنية كمان مع مندوب الوزارة على لجنة القائد العليا ببيروت بستة أيام. نعم. الصناديق العابرة للدول والقارات المختومة بالشمع الأحمر ستكون في عهدة مصرف لبنان، موضوعة في خزنة داخل خزنة، الأولى مفتاحها بيد المصرف والثانية مفتاحها بيد لجنة الإشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية، أما الفرز والحساب فإلى 6 أيار. نعيم برجان.